نتواصل مشاهدينا الكرام متابعينا الأفاضل مع السباق الصيفي هنا بانطلاقاته وتحدياته برعاية نادي دبي لسباقات الهجن وشوطنا الثاني في مسافتنا 1500 متر. نسير ونتابع هنا محيط محمد بن علي بن علوان، نكتبي من يأتينا على الصدارة وعلى المركز الأول شاهين خليفة بن عبيد بن خليفة الحميري، ثانيا والمركز الثالث يأتينا ممتاز راشد بن علي بن خميس بن مرخاني، وهناك شاهين من الجانب الآخر أحمد بن خليفة بن حميد بن ركاض العليلي من يأتينا بها هذا الانطلاق والتحدي الجميل وإثاراته. هناك الوصول أيضا هذا الأداء المميز وانطلاقة هنا أمجاد محمد بن سعيد بن حلوة لجتبي، ولكن الصدارة والمقدمة والمركز الأول وصدارة هذا الشوط ما شاء الله. هنا محيط بأكمله المنطلق بالصدارة المنطلق بالمقدمة وبالمركز الأول محمد بن علي بن علوان لجتبي من يقدم على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول، سيطر على زمام الأمور وعلى الصدارة، ولكن القادم هنا القادم الحميري مع شاهين خليفة بن عبيد بن خليفة الحميري من يأتينا بهذا الانطلاق وهذا الأداء المميز الجميل. الله التحديات الثنائية التحديات الثنائية هذا الانطلاق والأداء هاي الحميري يفعلها للمرة الثانية هنا مع الشاهينية. نعم هنا ها هو شاهين صاحب التوقيت أو ترشيح الأقوى بانطلاقات هذا الانطلاق والأداء، شاهين خليفة بن عبيد بن خليفة الحميري من أعلن الفوز وأعلن الناموس. والنقطة الثانية تهانينا وناموس على هذا الأداء خليفة بن عبيد بن خليفة الحميري، هنينا لك يا أبو سهيل على هذا الفوز المميز. المركز الثاني محيط لمحمد بن علي بن علوان، المركز الثالث وصل هناك بالانطلاق ناهي راشد بن علي بن عبيد الكيبالي من حل بهذا الانطلاق والأداء المميز، ودقيقتين واربعة عشر ثانية هو توقيت شاهين. تهانينا خليفة بن عبيد بن خليفة الحميري، تهانينا لك يا أبو سهيل على هذا الفوز المميز.